بتعمل ايه؟ سيب المفاتيح دي يا اخي. هفتح انا يا بابا، خليك انت مرتاح. يا اخي مين قالك ان انا تعبان؟ روح يا اخي شوف كليتك. ما انا النهارده ما عنديش كليه. يا ابني ما تتعبش قلبي، روح شوف شغلك، روح كليتك الله يهديك. خلاص يا بابا هستناك ونروح سوا. يا اخي انا عايز اخرج اهوي نفسي، سيبني. يا بابا انت ليه مصر تبعدني عن الصيدليه؟ امال انا دخلت الكليه ليه؟ لا اله الا الله. يا اخي ده مش اسلوب مناقشه على الصبح كده واحنا لسه صاحيين من النوم. الله، انت حد مسلطك عليا؟ يا عم روح شوف شغلك بقى. خلاص يا بابا هروح افتح انا، وتعالى انت على مهلك. لا اله الا الله. يا اخي غلبت اقول لك ان الاجزخانه دي في حاره شعبيه، يعني فيها عيال بلطجيه ومجرمين ومدمنين، واحنا مش ناقصين مشاكل. يا بابا الناس دي مش في الحاره بس، في اي منطقه هتلاقي منهم كتير قوي. يا اخي هم عرفوني وانا عرفتهم، وانا عرفت ازاي اتعامل معاهم، هم عرفوا ازاي يتعاملوا معايا. من فضلك بلاش مشاكل يا اخي، روح شوف شغلك. يا بابا مفيش صيدلي ما بيتعرضش للمشاكل، ولا انت بقى بتخاف منهم؟ ايوه يا سيدي بخاف منهم. ايه عايز حاجه؟ ما انا مش لاقي مبرر غير ده، غير بقى جدول المخدرات اللي بينقص كل يوم. اخرس بلاش اللي اتقدم. انا عمري ما طلعت قرص مخدر من صندوق المخدرات الا بالروجيتا، فاهم ازاي؟ مش انا اللي يغلط الغلطه دي، اطلع بره امشي. انا اسف يا بابا، انا كنت بلفت نظرك. بتلفت نظري؟ انت بتلفت نظري ليه يا اخوي؟ ما تيجي تاخدني قلمين احسن، اطلع بره اطلع. يا عطيه مش كده، صوتك جايب لاخر الدنيا. عمل لنا كوبايه شاي يا نهد. حاضر من عينيا. بس قول لي بقى ايه اللي مزعلك يا اخويا؟ مالك يا ستي؟ جاي يسحب ويفتح درج كومودينو وياخد المفاتيح ومصر يروح يفتح الاجزخان. ما تسيبه يفتحها يا عطيه، ما تسيبه يا اخويا، ولا انت عايز تقعده في البيت زي البنات؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه، شغل الحاره ده عايز خبره معينه، ده مليانه بلطجيه وعيال حراميه واللي واللي مش هيعرف عليه. ان جيت للحق هي حاره تقرف، بس عالم غلابه مش لاقيين اللي يفهمهم يفهموه. والله هو ده الكلام اللي جايبنا لورا. انت حر في ابنك، انا نازله. راح فين؟ الكوافير. ازاي انت سبحان الله؟ شو لك يا كابتن؟ انتوا لسه بتعملوا مظاهرات؟ ده اعتصام. اعتصام. هما مش انا يا حلوه، هما بيقولوا كده بس مفيش جديد. مفيش جديد؟ طب ما تعرفش صفاء سعيد فين؟ ولا ما تعرفهاش؟ دي زميلتي خرجت هي وخالد يجيب لنا حاجة. خالد مين؟ زماننا. وحضرتك مين؟ ألف شكر. النبي يا رب لك لحبيبك النبي، يسرها لي فكها عليا يا رب. أنا مش طالبة منك غير إن أحج مرة واحدة بس. أنا نفيسة، أنا أم عبد الله وغلبانة، أنا منكسرة. يسرها لي يا رب مرة واحدة بس يا رب، أحج مرة واحدة بس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في يا أمّا عبد الله يا أمّا؟ إيه واد، جاتك نصيبة تاخدك، داخل يا واد تسحب زي الحرامية كده ليه؟ يا أمّا أنا دخلت بالراحة عشان ما أقطعش دعاكي. يعني هتقطع رقبتي مش حسن ما توقع قلبي في رجليا؟ حقك عليا يا أمّا، معلش أنا آسف. وإيه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، قلت أريح ساعة وبعد كده أنزل تاني. اعمل حسابك بقى، عايزين نلحق نبني الفرن. فرن ايه يا ام؟ فرن الكنافه بتاع كل سنه. يا ام الفرن ده خلاص ما بقاش يجيب همه. يجيب همه ما يجيبش همه، هي عاده ربنا ما يقطعها. وبعدين اهو بيجيب 20 30 جنيه في اليوم، مش وحشين. ومين اللي هيقف فيه؟ انا مش فاضي. هنشوف لنا واحد كده غلبان على قد حاله نديله قد 10 جنيه في اليوم، وانا هقف معاه. تقف ازاي يا ام؟ انت تعبانه. تعبانه؟ يا سلام. لهو انت يا واد كنت يعني شلتني يوم قراية فتحتك عامل حسابك على كده؟ طب ما انا نزلت لوحدي على اسم الله النبي حارسها، جت نصيبك. حاضر يا ام، حاضر حاضر، هنعمل الفرن. وتفوت على الواد كريم علشان يعمل حسابه وابعتهولي عشان احاسبه. حاضر يا ام. انا كل ما اكلمك تقولي حاضر حاضر، جرالك ايه؟ مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هقول لك ايه يا ام غير حاضر يعني؟ طب اسمع بقى، اوعى تخليني ادعي عليك، اعمل حسابك. والله لو ادي عليك لا تتقسم نصين، هتتقسم نصين وانت عارف كويس. يا ريت نتقسم نصين عشان اخلص من اللي انا فيه ده. ايوه يا اخويا ايوه، نام وانت عامل زي الطور كده، نام نمت عليك حيطه. خلاص خلاص، وانا ناقص خلاص.
تمشي ما ظلمناش تمشي. صفاء صفاء صفاء. ايوه صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي، احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعه، رحنا نجيب اكل لينا ولزمايلنا. مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بيمشوا معاك في المظاهرات، المظاهرات اللي انا منعتك منها. يا صلاح، ده مستقبلي ولازم اقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكليه. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايده، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابه الاطباء. كله كلام وبس، ومفيش اي خطوه بتحصل. اللي انا عايزك تحطي في دماغك حاجه واحده بس، انا اخوكي وبكره هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. انت من اهلك.